السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنرجع بس في نفس الدرس اللي فات. خطأ بسيط بيحصل وهو ان هنا بيكون اونلاين وهنا بيكون اونلاين، لكن لو انا مثلا جيت قفلت دي وعملت ريفرش وجيت دخلت تاني، المفروض ان هو يبلغ هنا ان انا اونلاين. هنيجي نبص مع بعض نعمل تشيك، بص نلاقي هنا مفيش اي حاجة حصلت. ليه؟ لان في مشكلة هنا في الكلاسز اللي نزلت. الكلاس هنا لاحظ اوفلاين واونلاين، ودي مشكلة. لازم نحذف الكلاس القديم ويتحط مكانه الكلاس الجديد. فدي نحلها ازاي؟ ممكن بكل سهولة نعمل شرط في السكريبت. هنا نيجي هنا نقول ان الستاتس ديت اهو اف انها بتساوي اونلاين، اوكي، يحذف الكلاس القديم اللي هو خليني اجي هنا واكرر دي وهقول ريموف كلاس وهحذف طبعا الاوفلاين. اوكي طيب ممتاز جدا. ايرس ان هو اوفلاين هيحذف الاونلاين، اوكي، ويضيف مكانه الاوفلاين. ممتاز جدا. ناخد الشرط ده برده نطبقه هنا بكل سهوله. طبعا انا هنا كنت عامل كونسول لوج بس اتشيك بيه على الداتا. اوكي طبق نفس الكلام ده هنا ونيجي هنا نعمل ريفرش. هيكون الاثنين متصلين، ده طبيعي جدا مفيش اي مشكله، لكن نيجي نفتح تاب جديده ونقفل القديمه. نيجي نعمل ريفرش هنا، نبص نلاقي ان هو اوفلاين، اول ما هيخش هيجي هنا يبقى اونلاين. وده كان درس بس يحل المشكله عشان ما يجيش حد يقول انا وقعت في المشكله ومش لاقي لها حل. فده كان مجرد سوليوشن بسيطه، طبعا في طرق افضل من كده لكن مجرد افكار. نشوفكم في درس الديسكونكت. سلام عليكم.